احنا محضرين كثير للمباراه، وبشكل عام احنا كنا تاخرنا شوي بالمرحله التدريبيه بس هلا بلشنا الحمد لله. عندنا اول مباراه مع دار تعزي بالدور 32، يعني فريق جيد نوعا ما، ونحن جايين نقدم اللي عندنا وهن يقدموا اللي عندهم. فبلشنا المباراه شوي نحن بقوي، ما كان لهم شيء تقريبا بالشوط الاول، فبلشناها نحن بقوي وان شاء الله هلا الله يوفقنا، ناقصنا شوي التوفيق يعني، وان شاء الله المباراه لنا باذن الله. باللعب جيدي، الاستحواذ كان كلياته لان اللعب جيدي يعني، بس يعني انهاء للهجمات ما كنا موفقين فيها الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله تعالى هلا راح يكون شوط افضل باذن الله تعالى، اني كان في شباب جديدين كنا حابين نشوفه هلا باللعب من جديد، وشفناه هلا ان شاء الله راح يصير شويه تغييرات في الخطه، وان شاء الله تعالى راح تصير لعب ممتاز باذن الله. مباراة بالنسبة لنا ليست جيدة، تقديم ما فيه عند لعيبتنا ما هو الزيادة، الحمد لله سوء حال سوء لعيبة، الحمد لله على كل حال. هي الرياضة هي عبارة عن فوز وخسارة، لعيبتنا اليوم هم متوفقين، ما في تكتيك، ما في لعب صحيح، لعيبتنا كنا معتمدين عليهم انه ان شاء الله يقدموا شيء منيح، جبناهم ما كانوا بيوم الحمد لله، اليوم الحمد لله على كل حال. والله التحضيرات قليلة بسبب الإمكانيات، بس شو بنسوي، الحمد لله رب العالمين على كل حال. ان شاء الله بالمباريات القادمه نعدل ان شاء الله.